الموضوع يعني دابا حنا وصلنا للسلوك الكاسيك مليون ديال الدم في المصاريف اللي طرابو اللي ديال الغرابيط او في البارتيسيباسيون مازال ما وصلش لهذا الموضوع مازال يعني هو ونحكم انه كنطلبو كي وصلنا وتعرفوا كي وصلتوهم مع الواقع وشكرا سي العزيز هذه الاتفاقية ما خصهاش تغير إلا الاتفاقية.
إذا درت العلوم اسمح لي إذا درت العلوم الاتفاقية راه لا ولكن ولكن هذا لا يعني انه الحال الترقيعي باش هو الحكم النهائي اننا عندنا ديك الجمعيه راه داروا معاهم الكره نظرا لعده الصفحات مع النصوص الجديده اللي كتبوا الشدات كما يقولوا حنا كتشد الحال ما بين الساكن الجديده بصوره من الحاكم اذا ما كناش حنا واحد الجماعه تقام بصوره الايدي اللي كنقولوا انها هو كان بالعطش في ودون انه عشان ممكن كما تمشي عامين سنين ستيار لا بناء على سؤال الجيس انه ياخذ اتفاقيه جديده مع جمعيه جديده جمعيه جديده ومع الولايات ومع السلطه المحليه باش تسير هذا المنطق العمومي انه اللي هنا هو اساسي وراه كانوا مسكنين عام مرتين داخل القوات. فيما يخص بالنسبه للجيس والمحروق ما تظهر ما كان قبل واحد سنتين ولا اكثر باش توقفوا عليهم وهذا راه ماشي معقول تبدو الناس وكانت الجماعه في شي باديه ولا شي ناس دا وخدموا واحد الشباب اللي كيما هكا واحد الشيء خاص. الترقيع هذا واحد فيما يخص التزوين حنا الى بالك جمعيه جديده وتاسيس جديده غادي نديروا معها اتفاقيه كما سالوا كي سالوا الجمعيات ودوروا وكنا ويمكن نديروا معهم تسييرات في الاداء ومن بعد بحال مثلا دخلنا هذا المرد حنا ما كاين حتى شي نشوف حتى تكون مجلس شهر ثلاثه وما هذا الشيء اللي ما دعمناه نديروه ونديروه ونديروه عن شيء وكنا كنخلي لنا ما نديرهاش نجيبو الطوموبيل ديالو يلا دابا نتوما يعني كما قال لنا تاعي انا ما عندناش حق كبير في الخدمه باش نقص المساهمه ولكن حنا باش نبدا نساهموا لكل دابا باش نبدا نساهموا فيهم بعدا دبرنا على الطوموبيل وخصنا عند الماجور والشي فور راه دابا كيسالنا الكواش مع السد لان كاين مشكل هنا ما بقاش يجيبو بروبليم راه غادي يطلع لهم من تكون كرة اذا كانت تكون احسن هي بالنسبه لكم الانسان اللي يتعلم السابق مازال ما خصناش حتى لانكم انتم عازل منتخب خطا خطا لا خطا
شوف راه نتوما التعليم دابا في الطيب واخدين المنتخب كي بحال شي حاجه زايدو حنا ما بغيناش. علاش؟ لاجل اذا لاننا مثل الناس دخلوا معنا معلمات ولا هنا راه بحال هذا البال. راه كنت كنتفرج انت ديك النهار بدا خارجين في الطريق وكنشوف فيهم ولا حضروا راه خوتي كتهضر. علاش؟ لان واش غاتشجع مع عائلتهم ما تخدمش زي البوز تسخنهم وعمرهم معلمات كيف ما بغيو يقولوا كيقولوا. اذا حنا كنلتمسوا الاخوان ديال الغياب التعليم انه امه ولو تغيير داخلي داخل الجماعة اللي فرق تابعوا عليه شويه ديال السولة اللي فرق تابعوا عليه شويه ديال واش هادشي ما كاينش على الطاقة في جميع الإدارات المغربية كاين 4 سنين 5 6 سنين راه كاين واحد مثلا قراتني أنا راني عندي أنا عندي 47 سنة شد تقعوا ولا راس عريض ما عليكش غير نقول وما نفعش شويه لأنه راه ما صحناش سهل بزاف صراحة راني تجيب النائبة التعليم الشيء مع سميها قال انا فضلت الى حاجه جديده بطبيعه الحال لكن قلت منهم انها تصلح المغرب اما نقاربوا على هذا هذا طالب من الحق خاصه غادي نلتمسوا الاخوان ديال الاعضاء اللي نشوفوا التوحيد اننا اما تغيير داخلي هنا داخل الجماعه ان المعلمه فوق ديال التحت من تحت طلع الفوق القاعده باش ما يبقاش ذاك القاعده التفكير نتاع من رجع لهم الناس وصلوا قلنا الرؤيه انه من السبب لا ما عندناش الحق اننا نكونوا سياسيين في المؤسسه اللي تنشرو فيها، حنا الناس تنشرو التوعيه، يعني ما هو مصلحه التنميه. بالتالي هذه القضيه البيض شيء تجاوز عن الهضاب. واللي تجي ساعه تجي تخدم مشروع تخدم افلام تعاونهم، اما القضيه انا تنقول هذه المساكين وهاد الناس اللي مساكن نيه حسن النيه ديالهم الناس تشوفهم كنز معلم بعيد راه ما بقاش بعيد راه عنده بصمه وزيد بصمه بعيد.